أعزائي مشاهدين أهل مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. النهاردة المباراة النهائية في كأس مصر بين فريق القرن النادي الأهلي وفريق بيراميدز، وسوف طبعا المباراة بدأت منذ دقائق قليلة، وسوف نعرف آراء المشاهدين وجماهير النادي الأهلي، ويعرفون النهاردة مين اللي هيفوز وتوقعاتهم بالمباراة. فهنتكلم مع بعض كلنا النهارده، ايه توقعاتك للمباراه؟ ان شاء الله 2-0 للاهلي. 2-0؟ ان شاء الله. مين تتوقع يجيب الاهداف؟ كهربا وحسين الشحات ان شاء الله. طيب الشوط الاولاني هل في اطمئنان بالنسبه ليكم؟ انت اهلاوي ولا زمالكاوي؟ اكيد اهلاوي. انت اهلاوي؟ ان شاء الله. طيب الاطمئنان بالنسبه لانك شفت الشوط الاولاني؟ لا، كان شوط حلو الاهلي قوي، كان شوط لذيذ من الاهلي، كان بس الاهلي كان محتاج بس يخلص في الكور اللي جات له، كان يبقى مرتاح جدا في الشوط ده اكتر من الشوط ده، اكتر من ان هو صعب الوضع على نفسه دلوقتي يعني. متوقع ان الاهلي هياخد كاس مصر؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بكل سهوله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني مش ما تتوقعش ان ممكن توصل لضربات الجزاء؟ هي ممكن توصل لضربات جزاء عادي جدا، ده ماتش عادي، كل حاجه موجوده في الكوره، وان شاء الله لو وصل لضربات جزاء برضه الاهلي يكسب ان شاء الله. طب بالنسبه انك انت نزلت في وسط درجه انخفاض الحراره عشان تشجع الاهلي وسط الجماهير في وسط احد المقاهي، ما اتفرجتش عليه ليه في المنزل يعني؟ لا نزل، مش نزل الاهلي، عمال نزل عشان اقعد مع صاحبي، بعد كده نشوف الاهلي. الاهلي 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 بعد كده يعني اهم حاجه انك جاي عشان صاحبي. اقعد انا وصاحبي، لكن بعد كده الاهلي سهل بقى يتعوض. طبعا. ماشي. لا انا برضو احد متابعين الاهلي. لا زملكاوي، مش زملكاوي. قول لنا توقعات وايه رايك في المباراه سلبيه لحد ما حدش بيهاجم. ممكن الاهلي يخطف جول، ممكن يخطف جون، ممكن كهربا يخطف جون، كهربا او ممكن الشحات، ممكن برضه عشان هو الوحيد اللي عمل اداء حلو في الماتش ده بصراحه. الشحات احسن واحد عمل اداء. يعني تتوقع ان يفوز بكاس مصر هذا العام فريق الاهلي؟ اتوقع، بس اتمنى بيراميدز. انت بتتمنى عشان الزمالكاوي؟ بتتمنى عشان بتشجع الكوره برضه؟ لا، عشان يعني الكوره ما تخلصش على الاهلي، يعني يبقى في انديه ثانيه تاخد بطولات، ما يبقاش الاهلي محتل كل حاجه. هو بيقول لك هو الكل مجتهد نصيب. ما هو بيراميدز اجتهد، كسب الزمالك في نص النهائي، فيستحق ان هو ياخدها بصراحه، بس كسب الزمالك. يستحق ان هو ياخدها. يعني انت بتقول يعني عشان كسب الزمالك هو يكسب الاهلي؟ طالما ما اصل اي حد يكسب الزمالك يكسب الاهلي. معانا بقى احد الجماهير زملكاوي صميم وجاي يشجع نادي الاهلي، هيقول لنا رايه في الكره المصريه وتوقعاته في المباراه. والله انا اتمنى ان الواحد يتفرج على اهلي صالح سليم والفناجيلي والسايس، نوعيات سابت طرقت بصمه على قلوب الاهلاويه مش هتتمسح ابدا. انا كزملكاوي بحترم الاهلي، انا ما بعشق الزمالك، اما الاهلي يلعب في بطوله افريقيا اشجعهم ولا اشجع مين؟ هو في حد بيمثل مصر دلوقتي غير الاهلي؟ طب انا اشجع مين؟ لازم اشجع الاهلي، انما انا عايز اشجع الاهلي اللي وراه اعلام سوي بيخدم كل الانديه المصريه وعداله التحكيم. انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ انا بعشق الزمالك عش، انما بحترم الاهلي. امال اعمل ايه في الاهلي؟